عجيب لك ساعة بلال، مرحبا بك في راديو فرصة سيا ومتداجم الافريقي. بلال عيفة يظل لي سنين كنت لاعب بوفيني الافريقي، ولا بصراحة مش كلامي أنا كلام جمهور الافريقي، كنا ان سيرتان مومون كنت فانت كونترا وعندك عرض من نادي تولوز، لكن اخترت يظل لي انك تكمل مشوار مع نادي افريقي في موسم معلقوا عليه آمال كبيرة، وانتدابات يظل لي ما جاتناش قبل في النادي الافريقي. والله صحيح، معناتها كما قلت لك لي جمعيتي تخيرت باش نقعد مزيد صغير، صحيح واحد تعارك مع لاجون تاعي ومحبليش معناتها نقعد، مي هذايا الشوا اخترته وانا وحبيت نقعد في جمعيتي، سي نورمال هو حب زاد يقول لك لاجون تاعي يخرجني، انا خديت القرار وكاو معناتها تعاركت معاه. بلوز امبورتون واحد فرحان كي عاود في جمعيته، كما قلت تو النادي الافريقي شريت برجة جواريت، ان شاء الله ربي معانا وان شاء الله نكونوا في المستوى وفرحوا جمهورنا ان شاء الله. هذول رجوع خالد السويسي للنادي الافريقي، ويمكن فما انتداب قادم في الدفاع، هذا اللي باش خالق المره هذه كونفيونس كبيره في الديفونس، وسورتو بالنسبه لك انت خاطر نجم تلعب في الديفونس، معناها اذا حتى نجم تلعب كون بيفو في النادي الافريقي. باش نقول لك معناتها صحيح بحاجه باهيه، معناتها كي يجيو برشا جواريات تصور اللي يستحق يلعبوا كهو، برشا جواريات نيفو قريب لبعضه، تصور خالد ولا انا ولا يعقوبي ولا مهدي، معناها برشا جواريات المستوى نتاعهم قريب ياسر، هي مصلحه واحده النادي الافريقي اللي باش يلعب ان شاء الله باش يعطي الفلوس و ان شاء الله ربي معنا كله. انا نقول لك بون شانس وان شاء الله قدرة ربي السنه اذا موسم باهي قدرة ربي راه نجم يكون فريق خير من تولوز تمشي له العام الجاي ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله.